جهز عينيك الثاقبتين وكن مستعدا لتحديد التفاصيل، فاختبار الشعارات هذا سيمتحن قدراتك على الملاحظة. يباع في موقع أمازون كل شيء من الألف إلى الياء، ولكن أي هذين الشعارين طبع على أحدث صناديق التوصيل التابعة لأمازون؟ صحيح، أبقت أمازون على الحرف زي باللون ذاته. أي هذين الشعارين هو الشعار الصحيح لدانكن دونات؟ طبعا الكوب البعيد عن الكلمات. نحن نستخدم جوجل يوميا، ولكن هل يمكنك التعرف على شعاره الحقيقي؟ إنه الشعار إلى اليسار، سابوي أم سابوي؟ سابوي هذا. عندما أتناول رقائق البطاطس لا أعير اهتماما كبيرا إلى الشعار الظاهر على الكيس. ماذا عنك؟ هذا هو شعار الليز الحقيقي. هذا محير جدا، هل يمكنك تحديد الاختلاف بين الشعارين؟ في الواقع شعار أدوبيز بهذا الشكل. هل أنت من عشاق الفضاء؟ هل يمكنك معرفة شعار ناسا الحقيقي؟ الشعار الأيسر هو الصحيح. تصنع هذه العلامة التجارية حلويات باردة وكريمية. أين شعارها الصحيح؟ القلب الذي بهذا الاتجاه. هل لديك الطاقة الكافية لتحديد الشعار الصحيح؟ بالتأكيد هذا هو الشعار الصحيح لمونستر. ركز جيدا، هل يمكنك تمييز الشعار الحقيقي من الشعار المزيف لبيتزا هات؟ هذا هو الجواب الصحيح. هل يبدأ شعار إي باي باللون الأحمر أم الأزرق؟ إن تمكنت من معرفة الشعار الصحيح فلا بد أنك تحصل على أفضل العروض على الإنترنت. كم نجما يوجد في الشعار الصحيح؟ نجمة واحدة فقط لا غير. ما الشعار الصحيح للعلامة التجارية نيستلي؟ أم الفراخ في الجهة اليمنى. هل لديك أي فكرة عن شعار إنتل؟ أصبت، إنه الشعار إلى اليسار. يبدو شعار LG كالوجه، لكن كم عينا في هذا الوجه؟ عين واحدة. تعرف هذا الشعار طبعا، فيه تشاهد فيديوهاتك المفضلة. الجانب المشرق. أجل، كنت أعلم أنك ستعرفه. ما الشعار الصحيح لفيراري؟ هذا الذي على الجهة اليمنى. والآن ما الشعار الصحيح لدرايف؟ الشعار إلى اليسار بالطبع.
هل أنت من عشاق القهوة أم الشاي؟ إن كنت من عشاق القهوة فهذا سؤال أعد لك خصيصا. إنه شعار إلى اليسار. ما الموقع الصحيح للحرف S في شعار إيمان ديمز؟ أجل، شكل الشعار إلى اليمين أفضل، أليس كذلك؟ حرف E في شعار ديل مائل، لكن في أي اتجاه؟ إنه مائل نحو صديقه الحميم الحرف دي. هل تتناول دوريتوس كثيرا؟ إن تمكنت من معرفة الشعار الصحيح فهذا يعني أنه من مقرمشاتك المفضلة. هل سبرايت بنكهة الليمون الأخضر أم الليمون الأصفر؟ ما رأيك؟ الليمون الأصفر، وبالتالي الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. هل يمكنك تحديد الطريقة التي يميل بها شعار فرايتس؟ ها هو، إنه الشعار إلى اليمين. ما شكل الشارب الصحيح في شعار برينجلز؟ ها هو، هل يمكنك معرفة الشعار الصحيح لتشيتوس؟ تماما، لو أشرقت الشمس من الشرق وغربت من الغرب وكانت الرياح تهب من الشمال الغربي، فأي من هذين الشعارين هو الشعار الحقيقي لسانشيب؟ هذا بطبيعة الحال. هل أنت مستعد للجولة الثانية؟ هل يمكنك معرفة هذه العلامات التجارية من هذه التصاميم المبسطة؟ الشعار الأول، ماذا يمكنك أن تصنع من هذه الأشكال؟ إنه شعار ستار وورز. هذه الدوائر ليست مجرد دوائر عادية، إنها تبدو مثل باندا لطيفة. وهي شعار World Wildlife Foundation. دوائر برتقالية وأخرى وردية، ما الذي قد تعنيه؟ إنه شعار دانكن دوناتس. أشتهي تناول الدونات الآن. في الواقع تبدو هذه مجرد دوائر بسيطة بالنسبة لي. هل يمكنك معرفة ما تعنيه حقا؟ أوه، إنه شعار كيلوغ. أعرف هذه الألوان. إنه شعار فيديكس بلا شك. هل هناك شيء آخر باللونين البرتقالي والأزرق؟ تمثل هذه الألوان رمزا شهيرا، هل يمكنك معرفته؟ يشير الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر إلى شعار مايكروسوفت. قضينا هذا القرص قليلا. أوه، إنها تفاحة وليست قرصاً. هذا أقرب للمنطق. دائرة كبيرة ودوائر صغيرة، تبدو مألوفة جداً. هذا شعار جوجل لكنه مبسط جداً. تبدو هذه كغيمة، أليس كذلك؟
الإجابة هي شعار سكايب. هذا الشعار باللونين الأبيض والأسود، لكن من الصعب تحديده. هل قلت شعار أديداس؟ لقد أصبت. يبدو هذا مألوفا جدا جدا. شعار يوتيوب. هل هذه النقاط شفرة مورس؟ كلا، إنه شعار فيسبوك. هذا يصلح أن يكون لوحة تجريدية. لكنه شعار متصفح فايرفوكس. ما الشعار الذي يبدو وكأن أقحوانة صفراء على جانبه؟ إنه شعار وولمارت. لم ألاحظ شكل الزهرة من قبل. هل هاتان يرقتان مغرمتان ببعضهما البعض؟ كلا، إنه شعار متجر باسكن روبنز للآيس كريم. ما العلامة التجارية التي تشير إليها هذه الرسمة المعقدة؟ أحسن، هارلي دافيدسون. إن كنت من محبي الجانب المشرق فحتما أنت تحب الحقائق العلمية، وبالتالي يمكنك التعرف على هذا الشعار. إنه شعار ناشيونال جيوغرافيك. ربما تعرف هذا الشعار منذ طفولتك. أجل، إنه شعار ليغو. كنت أحب ليغو عندما كنت طفلا، لكن عندما كبرت لم أعد أحبها وأصبحت أريد واحدة من هذه. فراري. مرحبا، هل أنت خبير في العلامات التجارية؟ اختر الشعار الصحيح واحصل على نقطة واحدة مقابل كل إجابة صحيحة. المستوى سهل للغاية. كلا التفاحتين نصف مأكولتين، لكن أيهما أكلت بالطريقة الصحيحة؟ أها، حسنا، وأنا أيضا آكل التفاح من هذا الجانب. هل يمكنك تحديد الشعار الصحيح لناسا؟ أها، ليست هناك دائرة صفراء في منتصف الشعار. طائر صغير يغرد، لكن أيهما يبدو طبيعيا؟ أحسنت، لأن الطائر الأيسر يبدو منفوشاً بعض الشيء. هل يمكنك معرفة الشكل الصحيح لشعار رولكس؟ حتماً يبدو هذا التاج طبيعياً أكثر. التمساح الأيمن أم التمساح الأيسر؟ تلك هي المسألة. صحيح بلا شك، ظننت أن التمساح الأيسر كثير النتوءات لتزيين تيشيرت البولو خاصتك. أنا على يقين بأنك ستتمكن من معرفة هذا بسهولة. هو بالطبع، الشعار الصحيح لأديداس على الجهة اليسرى. لن أعطيك أي تلميحات، لكنني أعرف الإجابة. نينينيني. ألم أقل لك؟ هذا السؤال صعب. سأذهب للتحقق منه على ملابسي. أم يعتبر هذا غشاً؟
إذن قط بوما الكبير يقفز نحو الجهة اليسرى. ها، معلومة جيدة. هناك خطأ ما في أحد هذين الشعارين، لكن عليك معرفته بنفسك. صحيح، يضم شعار سيتروين سهمين وليس ثلاثة أسهم. ها، هذا سؤال بسيط. ليس لدي أدنى شك. أعتقد أنك بحاجة لغسل ملابسك بنفسك لمعرفة الشعار المناسب لمسحوق الغسيل هذا. ها؟ حسناً، الأخضر في الأعلى والأحمر في الأسفل، فهمت؟ أي من هذين الشعارين مألوف أكثر بالنسبة لك؟ اختارت الشركة الشهيرة بتصنيع السيارات الشعار الأول. لا أجد مشكلة في أي منهما، لكن أيهما الصحيح؟ القليل من الأحمر والكثير من الأزرق. عرفت؟ المستوى صعب. هذا بسيط، فأنا من عشاق الشاي. عرفت أن هذا مألوف أكثر. حسناً، رغم أني لست خبيراً في الوقود، لكني قد أعرف الإجابة. حسناً، كنت محقاً. حسناً، هذا محير بعض الشيء. عرفت الآن كيف يبدو شعار مطعم البيتزا المفضل لدي. هل تعرف الشعار الذي تمتلكه شركة الإلكترونيات الشهيرة هذه؟ هو تخمين موفق. الفرق بين هذين الشعارين بسيط، لكن أحدهما ليس صحيحاً. يمثل الشعار الأيسر الشركة العالمية المصنعة للبرامج وأجهزة الحاسوب. كوكا كولا أم كوكا كولا؟ والإجابة هي كوكا كولا. أنا أمزح، هذا هو الشعار الصحيح. يمي، أنا موقن بأنك ستجيب عن هذا بشكل صحيح. أوه، ظننت هذا الشعار أكثر تموجاً. والآن لنكتشف مدى مشاهدتك لقناة MTV. تبين أني أشاهدها كثيراً. إنهما متماثلان بالنسبة لي. أوه، رأيت الفرق الآن، لكني تأخرت. أحمر وأبيض وأزرق أم أحمر وأبيض وأزرق؟ خيار صعب. ستكون قد أصبت لو اخترت الشعار الأيسر. لست متأكدا من هذا، لكن هل تعرف الإجابة؟ كنت أعرف أنه الشعار الأيمن. استخدموا قدراتكم الخارقة يا عشاق وسائل التواصل الاجتماعي. من كان يظن هذا؟ أنا لست من محبي إنستغرام. استخدمت هذه الخدمة كثيراً لدرجة أني أعرف شعارها جيداً. إنه الشعار الأيسر.
المستوى محير للعقول. واو، حقا إنه محير للعقل. حسنا، الشعار الصحيح هو الشعار الأيسر، هل عرفته؟ هل تحب التقاط الفيديوهات القصيرة ومشاركتها؟ إذن حتما ستعرف الشعار الصحيح لتيك توك. هل اخترت الشعار الأيسر؟ لقد أصبت. هل تتناول البرجر كثيرا؟ لنرى. يبدو أني بحاجة إلى تناول البرجر أكثر. أو لا، الألوان من جديد. واو، كان هذا صعبا. هل تعني أن علي معرفة لون ربطة عنقه؟ في الواقع أنا بارع في تمييز الألوان، هل عرفت الإجابة الصحيحة؟ ذهبت إلى مطاعم سابواي مئات المرات، لكني لم أعرف أن شعارها قد يكون محيرا لهذه الدرجة. الشعار الأيمن، لم يخذلني حدسي. والآن عليك الاختيار بين اللونين الأزرقين، إنه سؤال ماكر. الجزء الأول داكن والثاني بلون فاتح، هذا هو الشعار الصحيح. لابد أنكم تمزحون. يبدو الشعار الأيمن مألوفاً أكثر، ولا عجب أنه الشعار الصحيح. مهلاً، هل هما مختلفان حقاً؟ ها، حسناً، قرروا جعل قرني استشعار الرجل الآلي بسيطين قدر الإمكان. أستخدم تطبيق المراسلة هذا كثيراً، لذا يمكنني معرفة شعاره الصحيح. أوبس، كنت متأكداً أنه الشعار الأيسر. شعار KFC، هل يمكنك تحديد الشعار الصحيح؟ الشعار الأيسر، انظر إلى المريالة والخطوط التي عليها. خطوط عريضة أم رفيعة؟ يتكون الشعار الصحيح من خطوط رفيعة. أعني أن كليهما بألوان جميلة وزاهية. لقد غششت وبحثت على جوجل عن شعار جوجل. هل أنت مستعد الآن لمعرفة نتيجتك؟ هيا بنا. إذا حصلت على 0 إلى 13 نقطة، فعلى الأرجح أنك لا تولي اهتماماً كبيراً للعلامات التجارية. أهم شيء بالنسبة لك هو جودة ما تحتاج إليه. إذا كانت نتيجتك من 14 إلى 26 نقطة، فغالباً ما تشتري أشياء ذات علامة تجارية، لكنك لا تهتم كثيراً لتذكر شعاراتها. إذا حصلت على 27 إلى 39 نقطة، فيرجح أن العلامات التجارية والشعارات تلعب دوراً كبيراً في حياتك، كما أنك تهتم بأدق التفاصيل. لدينا لك اليوم اختبار في الشعارات، ومهمتك هي العثور على الشعار الصحيح. هيا بنا نبدأ بالسؤال الأول. ما هو شعار نتفليكس الصحيح؟ هذا هو، أنا واثق أنك عرفته، فجميعنا نحب المسلسلات الجيدة. والآن مع سؤال أصعب قليلاً، أين شعار باي بال الحقيقي؟ هذا هو. ربما تستمع إلى الموسيقى طوال اليوم،
لكن هل تتذكر عدد الخطوط في شعار سبوتيفاي؟ هذا هو 3 خطوط. أيهما الشعار الصحيح؟ نعم، هذا هو. هل أنت من محبي القهوة؟ إذن هذا السؤال لك، أيهما الشعار الصحيح؟ هذا الشعار بكل تأكيد. والآن ماذا عن دومينوز بيتزا؟ أيهما الشعار الصحيح؟ هذا هو. إذا كنت تشاهد محطات الأخبار الأمريكية، ربما ستعرف شعار هيئة الإذاعة الوطنية الصحيح. هذه فرصة لتثبت علو كعبك. هذا هو. أعترف أن هذا السؤال كان صعباً. لم أتمكن شخصياً من معرفة الإجابة الصحيحة. إلى عشاق المثلجات، هذا السؤال موجه لكم. ما هو شعار باسكن روبينز الصحيح؟ هذا هو. أزرق وردي وردي أزرق. هل لديك بطاقة ائتمان ماستر كارد؟ ربما يمكنك تمييز هذا الشعار، لكن هل هو أحمر وأصفر أم أصفر وأحمر؟ هذا هو الشعار، أحمر وأصفر. شعار علامة تجارية فارهة، لكن ربما رأيتها كثيرا في مكان ما. أيهما الشعار الصحيح في رأيك؟ هذا هو. هل تستخدم أجهزة ماك أم مايكروسوفت؟ أيهما شعار مايكروسوفت الصحيح؟ ربما كان ذلك أصعب مما يبدو، لكن هذا هو الشعار الصحيح على أي حال. كوكاكولا، المشروب الأكثر استهلاكاً في الولايات المتحدة، بينما يأتي مشروب كوكاكولا للحمية في المركز الثاني. فما هو شعاره الصحيح؟ كان هذا سهلاً، أليس كذلك؟ هذا الشعار بالتأكيد. ما هو ثالث أكثر المشروبات الغازية استهلاكاً؟ إنه بيبسي. اعثر على شعاره الصحيح. هذا هو. انظر جيداً إلى هاتين الصورتين للعثور على قلعة ديزني الصحيحة. هذا الشعار. إذا أجبت بشكل صحيح، لابد أنك شاهدت الكثير من أفلام ديزني. تأتي سلسلة مطاعم سابوي في المركز السادس من حيث تحقيق الأرباح، ويأتي في المركز الأول ماكدونالدز بكل تأكيد. هل يمكنك تخمين شعار سابوي الصحيح؟ نعم، هذا الشعار. شعار LG بنقطة أو بدون نقطة. صحيح، الشعار به نقطة بكل تأكيد. هل يمكنك العثور على شعار سبرايت الصحيح؟ هذا هو، أحسنت. هل تحب ألعاب الفيديو؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهذا السؤال سيكون كشربة ماء بالنسبة إليك. وإذا لم تكن من محبي الألعاب، حاول على أي حال. هذا هو. هل تمكنت من الإجابة بشكل صحيح؟ ما هو شعار ديسكورد الصحيح؟
هذا الشعار بدون هوائي، فهو ليس موقع ريديت. ما هو ترتيب المنازل الصحيح على شعار هوغوارتس؟ لن يعرف الإجابة سوى جمهور هاري بوتر الحقيقي. هذا هو، هل عرفت الإجابة؟ سؤال آخر لمحبي الألعاب، ما هو شعار بلاي ستيشن الصحيح؟ هذا هو، أحسنت، لا سيما إذا كنت لا تفقه شيئا في ألعاب الفيديو. أشهر متصفح يستخدمه البشر حول العالم هو جوجل كروم، أما متصفح أوبرا فهو لا يظهر حتى في قائمة ثلاثة الأفضل، لكنني أراهن على أنك ستعرف شعاره الصحيح. هذا هو، سؤال آخر لمحبي القهوة والكعك المحلى، هل يمكنك التعرف على الشعار الصحيح؟ هذا هو، هل يمكنك التعرف على شعار نوتيلا الحقيقي؟ صحيح، هذا هو. هل يمكنك التعرف على شعار شال الصحيح والوحيد؟ هذا هو، كان ذلك صعبا أليس كذلك؟ لعشاق البيتزا، ما هو شعار بيتزا هات الصحيح؟ هذا هو يا أصدقاء، يمكننا استخدام هذا السؤال أيضا في اختبار كم عمرك. سوف أتذكر صوت إشعارات هذا البرنامج إلى الأبد. إلى جيل الألفية، ما هو الشعار الصحيح؟ هذا هو شعار برنامج ICQ الأصلي، قد تلجأ إليه كل يوم تقريبا، لكن هل تعرف حقا شعار ويكيبيديا جيدا؟ ما هو الشعار الصحيح؟ إذا تعرفت على الجواب الصحيح فلك مني كل التقدير والاحترام. دعونا نواصل، ما هو شعار الألعاب الأولمبية؟ هذا هو، ما هو شعار سكايب الصحيح؟ نعم، هذا الشعار بكل تأكيد. ما هو ترتيب الألوان الصحيح هنا؟ هذا هو، أزرق بالأعلى وأصفر بالأسفل. يعتبر متصفح مايكروسوفت إيدج أفضل متصفح لأجهزة ويندوز، لكن ما هو شعاره الصحيح؟ هذا هو، سيعرف كل محبي ألعاب الفيديو الإجابة الصحيحة، لكن يمكن لغيرهم المحاولة أيضا. ما هو شعار لعبة دوتا 2؟ هذا هو الشعار، عودة إلى بداية القرن الحالي عندما كانت كل الفتيات مهووسات بهذه الشخصية. ما هو شعار هالو كيتي الصحيح؟ هذا هو، هل يمكنك العثور على البوكيمون الصحيح؟ هذا هو بالتأكيد، ما قولك في هذا؟ هذا هو،
تعرف أن هذا شبه مستحيل، لكن يمكنك المحاولة. دع حدسك يقودك. ما هو الشعار الصحيح؟ هذا هو. إذا كان تخمينك صحيحاً فأنت أستاذ حقيقي.